من موسمه الاول المدرب الوطني باتريك سابا صار الى جانبه كوتش. يعني هالمره كانت اصعب من يلي من المباراه الاولى. كان في طرابلس بيج ريسبكت للفريق. يعني طلعنا 14 مطرح مرتين طلعنا 14 وهن في محل طلعوا عليكم 14 نقطه سكرتوا الفارق. استبسال بنص الملعب بكريدس لالون بيروت لعيبه بيروت وحوش انا مسميهم ووريرز. كتر خير الله يعطيهم الف عافيه بس بعد ما خلصت اكيد بعد ما خلصت عندكم بعد المباراه الثالثه كوتش. يعني اليوم مره جديده دفاعكم عم يكون هو النقطه الفارقه صح. يعني 71 نقطه يعني انتم 77 نقطه ونص تدخل سلتكم عم تكونوا احسن 66 نقطه بالمباراه الاولى اليوم 71 مع انه خارج ارضكم صح. ورمال توفى كثير اسم الله عليه اليوم يعني رمال عامل يعني 6 من 8 عن الارك الحمد لله. كريس كروفورد كمان اليوم يعني ومايك فيبرا. كريس كروفورد قلت لك من قبل بس اجى مايك بس عم نشوف رالف عم يستلم فيتامون لبنانيز بسكورر مينيرو عم بيلعب منيح اوف ذا بنش برافو. كريس ومايك انا بتصور افضل ثنائي حيكون ببطولة لبنان انه ثنائي خطر كثير عم بيكون كمان مايك افيبرا يلي كمان الجمهور اختاره اليوم اللاعب الافضل بالمباراة محبوب مايك افيبرا كثير ببطولة لبنان. كوتش المباراة الثالثة كيف رح تكون بملعبكم؟ يعني قد ايه رح تركزوا عليها لتجربوا تخلصوا وتقدروا تأهلوا الفاينل فور من موسمكم الاول ببطولة لبنان؟ يعني برجع بقول لك الفريق اللي 2-0 داون ظهروا على الحيط اكثر حييجوا يقتلوا اكثر من هلا. انا هيدي ببصمة يعني انت متاكد انه رح تكون يعني مباراه حساسه كثير وقويه؟ رح تكون حساسه رح يكون فيها تنشن اكيد. يعني نحن كلاعب وكفريق حيكونوا انه خلص انه بدهم ثلاث جيمات المتحد بس هيدي مش موجوده بقاموسنا خاصه بهذا الموسم. الحمد لله كل شيء عم يزبط معنا كتر خير الله على كل شيء. بقى بدنا نحضر كثير منيح. بيك كريدس بيجي عم بقول لك لفريق المتحد للمتحد لجهازه الفني يعني ما خلونا نرتاح بالجيم اليوم طبيعي على ارضهم عم نلعب لانه وبكريدس للدفاع الشباب اللبناني فعلا. يعني روبير ميغيل روبير يعني عم يكون عنده دور كثير كبير يعني بس بتبدله محل صح جوزيف صح جونز عم يقدر يأدي بشكل كثير مهم عم يكون رايق. بس اليوم مع انه ما كان موفق ابدا على الاوفنس على الديفنس كان وحش وقدر عمل اكثر من بلوك شوت بالمباراة صح. يعني بانتظار يسلموا مايك افيبرا كمان اس 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 ام بي بي اوف ذا جيم بدي اقول لك كمان مبروك لهومنت من انطليس البنات اليوم يعني اليوم رياضي وهومنت من البنات قدروا فازوا مبروك للفريقين. انا ان شاء الله رح لاقيهم الخميس. انت الخميس عندكم مباراة ضد الايراني ضد الفريق الايراني بقى انا بحييهم من هون وبقول لهم اي مس يو جريت جوب اليوم شوفكم الخميس اكيد بالتوفيق كوتش باتريك كمان ثانك يو ثانك يو.